حكي القصص للأطفال والطرق التقليدية لبث القيم والسلوكيات الجميلة، طريقة يعني بنقول فيها كده إن إحنا نرجع للماضي تاني اللي تربينا عليه، سواء من الجد من الجدة من الأب من الأم من أي حد كبير، ممكن إن هو يصيغ حتى بطريقة بسيطة جدا قصة للأطفال فيها اللي عايز يقوله له أو نصيحة اللي عايز يقولها لها أو السلوك اللي عايز يعدله بيه، سواء بقى عن طريق الحيوانات، مؤثرات صوتية ممكن الحاكي نفسه بيتميز بيها وبتكون بتخلي كده في نوع من الخيال في عقل الطفل واللي بيسمع القصة زي اللي بيسمع الراديو بالظبط، يتخيل الشخصية أو يتخيل الحيوان اللي بيتكلم وبيقول ده إيه، وبيعرف إزاي إن هو ينتهج نفس السلوك أو يمشي بالطريقة المعتادة. حكي القصص وسيلة مش ممكن نستغنى عنها في التربية الإيجابية للأطفال ولصغر السن. حقيقة هبة فعلا الحكي بيفتح أبواب الخيال، بيفتح أبواب للتفكير، وإحنا الحكي في ثقافتنا المصرية والشعبية مكون أصيل جدا، بداية من حكايات الجدة والأمهات. إزاي بقى نقدم ورش للأطفال؟ إزاي الأطفال اللي هم عايشين دلوقتي في عصر السوشيال ميديا والألعاب والإيقاع السريع، إن إحنا نربيهم على قيمة الحكي وقيمة بث قيم جميلة ومختلفة من خلال القصص، ازاي ولادنا يقدروا يستفيدوا من القيمة الأصيلة دي في تراثنا المصري. معانا أشهر حكواتي في مصر، معانا هيثم شكري على الهوى. صباح الخير عليك. الفل أستاذ محمد، صباح الفل أستاذ هبة، وصباح الفل على كل المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. كلنا مفيش بيت مصري ما ترباش على حكاية الجدة وحكاية الأم قبل النوم والحكايات بشكل عام. أهمية إن إحنا نقدم ورش للحكي للأطفال ونعود أطفالنا على إنهم يسمعوا الحكايات. أتفق مع حضرتك جدا، الحكاية بتشكل دور محوري في كل حياتنا من وإحنا صغيرين، سواء مع أهلنا، الوالد الوالدة، الجد والجدة، إزاي بيقدروا يوصلوا لنا الحكاية بشكل مبسط جدا. أنا عن نفسي تجربتي الشخصية اتربيت على ده، بدأت مع حكايات جدتي رحمة الله عليها، وقد إيه كانت ممكن توصل لنا حاجات كتيرة جدا حصلت على مدار اليوم على لسان أبطال الحكايات اللي هي كانت بترتجلها حرفيا، وإن قد إيه أدائها البسيط اللي أنا كنت بصدقه عشان كنت بسمعها وكنت بسمعها بقلبي وبروحي وما كانتش بتفتعل خالص، الموضوع كان بسيط وما كانتش أحسن حكواتية في الدنيا لكنها كانت بتعرف تخليني أعيش جوه الحكاية دي. فالحكاية دور مهم جدا لأن تخلق مساحة من للتواصل، بتقدر صحيح. نفتح فيها قناة للتواصل مفتوحة ما بيننا وما بين اللي بيحكي أو اللي بيسمعنا، فده بيوصل حاجات بشكل أسرع وبمنتهى اللطف والبساطة اللي في الدنيا. هو كمان بيبقى فيه مش بس الأداء، كمان فيه تلوين الصوت ونقل المؤثرات نفسها، دي بتعتمد على موهبة الشخص وقدراته ولا ممكن نكتسبها بالورش اللي حضراتكم بتعملوها للحكي للأطفال؟ ده موجود وده موجود، يعني جدتي رحمة الله عليها وبستشهد بالمثال ده دايما، كانت من الناس الكبار في السن الجماد اللي بيحكوا بخط درامي بسيط كده هادي، مفيش تلوين في الصوت، هي بتحكي بتسرد احداث، ودي طريقة سرد موجودة. في طرق حكي ثانية بتعتمد على تغيير في الصوت واللعب بوسائل مساعدة، في حكي ثاني بنستخدم فيه الكتاب، فعشان كده دايما بشجع أي حد مهتم إن ما تقلقش او ما تخافيش، مش لازم يبقى عندي امكانيات وقدرات عاليه جدا عشان نحكي، على قد ما ابقى انا بحب اللي بعمله ومصدق فيه. لو انا بحكي ان بحكي حكايه على لسان قطه وحبيت ان انا نونو، فمن فضلك او من فضلك نونو صدقوا نفسكم انكم بيحصل 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 جدا عشان تقرب لهم الفكره. كمان فكره الارتجال، ان انت ترتجل القصة ومن الموقف ممكن تلاقي كده حاجة عايز تقولها لابنك او بنتك فتروح حاططها على لسان شخصية محببة ليهم، على لسان حاجة من الحيوانات الأليفة اللي بيحبوها، او حتى لو حيوانات مفترسة يعني، بس هي فكرة في قصص شهيرة جدا الأسد والفار وازاي نقدر نخلص من ما نستهونش بان حد يتنمر على التاني وممكن هو يحتاج الجسم الصغير ان هو ينقذ الكبير ملك الغابة، يعني في حاجات كتير قوي معروفة ومشهورة. بالظبط، الرسائل اللي بنقدر نوصلها، لان اي رسالة هتوصل على لسان ابطال الحكاية بتوصل بشكل اسرع. وغير ان في جزء مهم في الحكي هو فكره تحويل الطفل من دور المتلقي لدور العنصر الفعال في الحكايه. بالظبط، ده كنت حاسس ان هو بيشارك، ان هو ليه دور فعال، ان هو بيقدر يقرر وبيبقى ليه رايه، ومش كده وبس، ممكن يشارك في الاداء سواء كان اداء صوتي اداء حركي، ف
الحاله اللي بتحصل نفسها في التقبل. دي حاجه عظيمه جدا يا استاذ هيثم النقطه دي تحديدا، لان انت بتنمي كده المهاره اللغويه ومهاره التفكير للطفل، هو ممكن يحط نهايه للقصه دي. يعني انا شفت بعض الورش الاطفال بيشاركوا في وضع نهايات القصه، بيكونوا ابطال مشاركين. اهميه تقديم الحكي بشكل غير تقليدي، بفكره انه في حد بيحكي ويقدم قصه للطفل، ان الطفل كمان من حقه يبقى ليه دور في القصه، وانه يقول ايه هي القصه دي ممكن تمشي ازاي. التفاعل ده بيأثر ازاي على قدرات الطفل؟ التأثير اللي بنطلع بيه من الحكي التفاعلي ان انا بخلق شخص فاعل. صحيح. ان انا بساعد الطفل ان يبقى عنده مقدرة من الابداع والتفكير، بساعده ان نوصل لمرحلة لازم نفكر بمنهجية صح وغلط، لكن ممكن نطلع بخيالنا. كلنا من سنين كتير ما كانش حد يتخيل ان ممكن نكون ماسكين في ايدينا حرفيا قطعة بلاستيك بنتكلم بيها. كلنا كنا بنقعد جنب الخط الارضي عشان نقدر نتواصل مع اهلنا في الصعيد او نروح السنترال عشان نتكلم. فالخيال دايما ليه مساحه، ولما الخيال بنصدق فيه فبنقدر نبدع. فده دور اساسي للحكي التفاعلي، ان هو فجاه يبدا يشكل الحكايه ويعيشها وجدانيا بكل تفاصيلها. صحيح. بيقدر يعبر، فاذا الله ده بدا يتكلم فبدا يشوف الصوره بيسمع، فلما بيسمع وده يخلينا كمان يعبر. يخلينا كمان انه ممكن بعد كده الاطفال دول يبقوا مبدعين، يبقوا هم صناع القصص والحكايات. اسالك سؤال اخير يعني سريعا، الحكي يعني في المستقبل هنا بقى ازاي ممكن نخليه يقدم قيم مهمه ويحافظ كمان على التراث الشعبي المصري، لان عندنا يعني تراث كبير جدا في الحكي وقصص كتيره جدا، ازاي استغلها واستثمرها في جذب الاطفال؟ الشقين، الجزء الاولاني الخاص بالقصص التراثيه، في مبادرات وفي ناس كتير مؤخرا بدات ان هي تلف المحافظات عشان تجمع التراث الشعبي والموروث القصصي اللي موجود بطباعه من الحكواتيه او الناس او الجدات او الاهالي اللي موجودين في المناطق، وبدا يبقى في منصات منوطه بده، بدا يبقى في جهات بتطبع الحكايات دي في مطبوعات بحيث الناس تقدر تستخدمها. وهنا يجي الشق الثاني، سواء دور الحكواتي او دور الاهالي او القراء، ان هم يقدروا يقروا ده. وكل حكايه بتحصل هي ما بتنتهيش عند حاجه معينه، احنا ممكن نستخدم نفس الحكايه في رحله التعليم والتعلم، ممكن نستخدمها في توصيل مفاهيم كثيره جدا، سواء بالقراءه سواء بالحكي التفاعلي. ودايما بقول كده يلا استاذ هيثم في كلمه سريعه اخيره، نروح فين للورش؟ الاماكن بسرعه. اماكن كتير، المكتبات العامه فيها ورش، دور النشر بتقدم ده، اماكن كتير قوي متفرقه، والسوشيال ميديا عليها ده. انا بكلم حضرتك وانا في الطريق اهو للقصيره عشان اعمل ورشه هناك، فدعوتك. بنشكرك، بنشكرك شكر كبير الاستاذ هيثم شكري الحكواتي.